قبل كل شيء بصفتي واحد الشاب من شباب اي تمديس خاصة من هذه المنطقة ديال إسفولة، اولا اود ان اشكر هذه الجمعية على هذه التظاهرة الخيرية. صراحة راه الناس فرحانين حيت الناس كيجيو كيعاونونا هنا. حنا راه ماشي غير حنا الدوائر اللي المجاورة يقردان واهيوط هنا، الناس مسكين مساكناش. غنقول لكم الحالة ديالهم راه الحالة مزرية والله العظيم، خصوصا في فصل الشتاء، فهمتي؟ كيعاوني من ابسط حقوق العيش اللي كاري ما عندهمش، ظروف اللي هي مزريه والله العظيم. كما كتشوفوا حنا راه ما كاينش السلمش الجديد، ما عندناش قديم. هذا النداء كنوجهو لشي محسن ان شاء الله يحاول يبني لنا شي مسجد هنا، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. هذا هو النداء. الناس هنا راه مكرفسين والله العظيم، ما كايناش مؤسسه والله العظيم. حنا اللي جمعنا الفلوس باش نشيدوا هذاك المبنى، فهمتي؟ درنا غير واحد البويات تقريبا فيه واحد 12 متر على 4 متر وصافي تيقريو فيه. ما كايناش زعما الدوله راه ما مساعدناش هنا. كيكون الثلج الناس والله الا كيتكرفسوا. دابا الا شفتي الاطفال دابا تقلب لهم يديهم غتلقاو حق الله غير من البرد، غير البرد. الناس الصغار قلب لهم، كنت تحداك دابا تقلب لاي واحد يديها غادي تلقاها يدي مسكين. الناس هنا راه كيفتقدوا الابسط حقوق العيش الكريم والله العظيم. السلام عليكم، كنشكركم على هذا المجيء ديالكم لهنا، واخا المعاناه ديال الطريق صعيبه شويه. ونقدم لكم راسي بعد على العربي القداري رئيس الجمعيه ديال النهضه في الدوار، النهضه التنميه والتعاون. وكنشكركم على هذا المجيء ديالكم، وراكم شفتوا المعاناه اللي كيعانيو الناس هنا بحال الطريق مكرفسه. خاصنا كنتمنوا الدار ليها التوفنا بحال القنطره اللي في الواد، ما الدراري اللي كيقراو تماك ملي كيكون الواد حامل بزاف ما كيقدروش يجيو لهنا لسميتو للمدرسه، كيكون الواد خطر عليهم. حنا والديهم ما كيقدروش يصيفطوهم بحال نيت المدرسه. واحد الحجره بنيناها حنا بيدينا، جمعنا كل واحد كيجمع شويه حتى بنيناها، ما كايناش مدرسه هنايا. و يعني ما كاينش فين غادي يقراو، فين غيمشيو ما كاينش، لان شكون اللي غيصيفط ولدو يلا عنده 6 سنين ولا بنتو تمشي لشي بلاصه، ما كاينش فين يمشيو. وهنا راه المسجد كما شفتوه حتى هو مكرفس، و سميتو الماء السقا ديال باش كيسقيو الناس راه كتوصل الصيف كتكون الساقيه جافه، ما كيكونش فيها. كنتمنوا يكون شي محسن اللي يعاوننا في هذه الساقيه نكملوها، ولا في هذا المسجد باش نصلحوه ان شاء الله من الاحسن، والتعليم تكون احسن لهذا الدراري هذا، باش يكون يطلع لنا واحد الجيل اللي هو تكون فيه الغيره ديال هذه الدوار، ويعاوننا حتى هو باش نزيدوا لقدام. ماشي يعني الشباب هنا كيوصل سميتو السادس ولا كيتفن صافي كيمشي، ما كيكملش قريتو، يعني ما كاينش فين غيمشي يقرا. ولا الكوليج بعيد هنا، كاين اقرب كوليج كاين في دمنات 60 كيلومتر، ولا ديال عيثام اللي كاين شي 16 كيلومتر ولا ما عرفت 14، ولكن ما كاينش طريق لتماك، ما كاينش ترونسبور اللي كيدي من هنا ديريكت لتماك. هذا هما المعاناه اللي كنعانيو هنا في هذه المنطقه. ذاك العام جات جمعيه الافق اللي جات لتيزي، جزاهم الله خيرا. وهذا العام حتى نتوما اللي جيتوا هذا العام كنشكركم حتى نتوما. هذا الشيء اللي كاين حاليا.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.